تأهل منتخب تركيا إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على النمسا بهدفين مقابل واحد في مدينة لايبزيغ الألمانية، وكان نجم اللقاء المدافع ديميرال الذي سجل هدفي تركيا، كما قاد فريقه ببراعة في واحدة من أجمل مباريات البطولة حتى الآن. تأهل منتخب هولندا إلى الدور الربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على رومانيا بثلاثة أهداف نظيفة. سجل الأهداف كودي غاكبو في الدقيقة 20، بينما تكفل البديل دونيال مالين بثنائية في وقت متأخر من الشوط الثاني، ليصل منتخب الطواحين إلى ربع نهائي البطولة. تعادلت البرازيل بهدف لمثله مع كولومبيا في كاليفورنيا لتتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا، وتلتقي كولومبيا التي أنهت المجموعة الرابعة في الصدارة برصيد 7 نقاط مع بنما في الدور الثمانية، بينما تلعب البرازيل صاحبة المركز الثاني مع أوروغواي متصدرة المجموعة الثالثة. خلت قائمة منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 من النجم ليونيل ميسي، وأعلن خافيار ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي قائمة الفريق المشاركة في الأولمبياد الذي ينطلق في 26 جويلية. بلغ الصربي نوفاك جوكوفيتش الدور الثاني من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بفوزه السهل على التشيكي فيت كوبريفا بنتيجة 3-0، ليعادل جوكوفيتش رقم الأسطورة السويسرية روجر فيديرير بعد أن أصبح اللاعب الأكثر ظهوراً في البطولة الإنجليزية العريقة في 19 مرة. حققت التونسية أونس جابر فوزاً سهلاً على اليابانية مويوكا أوتشيجيما بمجموعتين دون رد لتبلغ الدور الثاني من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس. الخصمة التالية للمصنفة العاشرة ستكون الأمريكية روبيا مونتوغومري يوم الخميس.